يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقام في هذه الأيام في المدارس الحكومية أسبوعا عن الأمن الفكري، وهو يعالج ما حصل في الساحة من تفجيرات وغيرها، فهل من نصيحة يوجهها فضيلتكم لأبنائه الطلاب؟ والله هذه أوامر من المسؤولين، راجعوا المسؤولين اللي أصدروها، راجعوا المسؤولين اللي أصدروها لعلهم يتراجعون عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بيا حي يا قيوم؟ إن كان القصد، إن كان القصد إن الطلاب ينبهون على هذه الأخطاء، بيّن لهم، وحنا من الأصل نقول علموا الطلاب العقيدة الصحيحة، وفي من يقول لا، لا تدرسونهم العقيدة، هذه تكفير وإرهاب، ما هم فاهمين الأمور هذه إلا إذا درسوا العقيدة الصحيحة وعرفوا أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، ولا يجوز شق عصا الطاعة، ولا يجوز الإخلال بالأمن، هذا في العقيدة، ما هو في العقيدة موجود، فلو درسوا العقيدة لعرفوا هذه الأمور ولا يحتاجون إلى أسابيع ولا إلى أشهر، درسون العقيدة وفيها هذه الأمور، فيها تحريم البغي والخروج على المسلمين، فيها تحريم مذهب الخوارج، فيها تحريم قطع الطريق والإخلال بالأمن، فيها تحريم السرقة وقطع يد السارق، كل هذه موجودة في العقيدة، فلو درست العقيدة على الوجه الصحيح للطلاب ما احتاجوا إلى أسابيع ولا إلى أيام. نعم.